Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une recette تاع لي فولوفان شفتو معايا درنا لي فون تاع لي فولوفان نحط لكم لو ليان ندير لا فارسي بالبولي اي شامبينيون هنايا لو فون دو فولاي نهضر لكم عليه نقول لكم كيفاش خدمتو حكمت نص صدر تاع الدجاج درتو في قدره حكمت بصله صغيره قطعتها على ربعه ودرت الملح وفلفل كحل درت بارد في بارده درت الماء قسما نغطي لو بولي تاعي حطيته فوق النار خليت حتى طابلي لو بلون دو بولي نحيته وصفيت هذيك المرقه فوالا هذا هو لو فون دو فولاي Voilà, naya pour la sauce béchamel, l'indir à bleu fond, hana andi une cuillère à soupe de la margarine. Ndirou 20 grammes. Nkhliha ddoub. Voilà, hana ki chouf la margarine taï dabet, nhat une cuillère à soupe de la farine. 20 grammes. Voilà, on hlek nkhliha dqiqa. Tib li farine. Dqiqa hatta 2 dqayqa. La farine tiaï tip. Voilà. Hnaya, khlitha zouj dqayqa. Bach tibli l farine. Donc hna nhat le fon. Li tibtou bel djaja. Nhat qis kasa. Hada kas transparent hadaya. Nrmi bchouya bchouya. فوالا ونحرك حتى يتقال لو ميلونج هنا شوفوا تقدروا ديروا ان ميلونج كي درنا لو فون درنا كاس تاع لو فون تقدروا ديروا نص تاع لو فون دو فولاي ونص حليبه يجيكم تاني بنينه فوالا كي يشوف لو ميلونج تاعي تقال هنا نطفي عليه ونغابيلو فرماج روج ديروا فرماج اللي حبيتوه Voilà. On خلط يدوب لا صوص بيشاميل بلو فون دو فولاي راهي واجده هنا يا درت فوالا هنا حكمت مقله درت ان كويار سوب تاع لا مارغارين حكمت هذاك لو بلون دو بولي فتتو وهنا شامبينيون تاع لي بواط دو بريفيرونس شرو هذاك شامبينيون اللي يجي حباته ما تشوش هذاك شامبينيون اللي يجي مقطع فوالا وهنا عندي زيتون ايفيلي فوالا دوك هنايا نقليهم شويه فوالا نسوطيهم زوج دقايق ولا ثلاث دقايق باش تزيد فيهم البنة وهنايا نزيد لها لاصوص بيشاميل شوفوا هنا لا بيشاميل درت كونتيتي صغيره تقدروا دوبليو لا كونتيتي تزيدوا لي زانغريديون دو فوا فوالا لا فاس اللي نديروها في لي فولوفون نطفي عليه وبيان سور نغابيلو فرماج روج يزيد فيه البنه ديروا فرماج اللي حبيتوه فوالا هذه لا صوص بيشاميل كي قعدت لي شوفوا واش درت لها فوالا هنايا لا صوص بيشاميل كي تقعد لي شوفوا واش ندير ندير اون صوص خفيفه قعد لي شويه من لو فون دو فولاي نزيد لها شويه نردها شويه خفيفه فوالا ونزيد لها هنايا شامبينيون وشويه زيتون ايفيليه لي ما يحبش الزيتون يقدر ما يديرش هذه اون صوص درتها باش كي نحبو نحطو لي فولوفون تاعنا نسقيهم شويه بلا صوصا فوالا وهنا عندي فرماج تحبو ديرو شيدار ولا غوييير ولا فرماج روج ديرو فرماج اللي تحبو نتوما نحيت لهم هذا لو شابو انا كي خدمت لي فولوفون ما تقبتهمش بالعاني باش نغاردي هاد لو شابو نديرو كوم ان شابو
انا دوك نوريكم كيفاش نحيت هادو. ما نحبطش حتى لتحت فوالا ونرفدها فوالا. شوفوا كيفاش يجوا، يجوا فارغين ويجوا مورقين، يجوكم خفافه فوالا. قلت لكم انا الفتحه نديرها عريضه باش نعمر بيان لافارس لداخل. لا دوك نعمر لافارس تاعي. نعمر مليحة باش ناكلو بيان. هاد لافارس تجي بزاف بنينة. قلت لكم انا خدمتها بلو فون دو فولايا. دوك انا نحكم لو بلاطو تاعي بيان سور. راني شاعله الفوق، شعلاتو من الفوق، عندي 15 مينوت من راني شعلاتو. هما خلاص طاب كلش. دوك واش نديرو؟ نغابيو الفرماج فوقو فوالا، ونديرهم في الفور كيما قلت لكم. راني شعلاتو غير من الفور، جوست غراتيني لو فرماج. كي تحبي تاكلي لي فولوفون تاعك ماشي ناشفين، تحكمي هاد لاصوص هادي وديريها من الفوق. J'espère que vous avez aimé ma recette. Dites-le toujours j'aime. Je vous dis à la prochaine.